خبرينا أكثر عن علاقتك برجل أحلامك، يعني مين هو؟ رجل أحلامي. شو بيعمل؟ بيعمل هي هاز فاميلي بزنس. اوكي. وكثير متفقين أنا وياه. هذا أهم شيء. أهم شيء يعني ومنحب بعض وعلاقتنا بيزد على أشياء كثير سوليد بيني وبينه. وكيف الله يوفقنا. أكيد الله يوفقك، أنا بتمنى لك كل الخير، لأنه هالقد أنت رايقة وهالقد أنت راقي أنا بسميكي، لأنه من أول ما شفتك وتعرفنا كان بـ Change Makers وبعرف قديش يور أكتف. بس خلينا شوي نحرك، شو كيف تعرفت وكيف كان أول لقاء؟ كيف تعرفنا؟ كنت أنا بعشاء مع أصحابي وهو كان مع أصحابه. أوكي. وسائبت أنا كنت بعرف حدا معه على الطاولة. أوكي. وهيك حركش فيه يعني بطريقة شوي indirect. وكنت أنا شوي كمان لأنه بعرف حدا على الطاولة سو ما كنت كتير ثقيلة. بس عجبتك يعني مش إنه لا أكيد عجبني. ومن وقتها يعني تعرفنا على بعض، أخذ رقمي وحكينا دغري وحسيته من الأول إنه he's interested، يعني إنه he's serious. فمن وقتها ظهرنا وكتير كتير حسيته different عن كل البقية. شو بيشبهك ما ظهرته هيك إنه بتقرب من بعض؟ شو بتشبهوا بعض؟ بنشبه بعض بكذا شغلة، يعني هو بحياته بنمط حياته، الأشياء كيف بفكر فيها، البلانز لبعدين، يعني كتير اتفقنا على أشياء. أكيد طموح بيدعمك بالكاريير تبعك. أكيد بيدعمني بحيلة شي بعمله وبيعطيك رأيه، يعني بفترة ما فيها أعطيك رأيه. بيعطيني رأيه أكيد. وكل شي يعني كل شي متفقين عليه.